العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. الطرف الأول بيعشم دايما بالخير والطرف التاني طمعا جي مشبعش وهدي. على خالد احنا بنشوف دلوقتي ازاي ممكن يتفتح تحقيق في مقتل فخر. النيابه هتبتدي التحقيق في قضيه فخر. فخر الدين هاشم قتل او اتخطف في بين السرايات. ايوه اتقتل حضرتك ولا اتخطف؟ بس لو فعلا عايز توصل للحقيقه هتوصل لها من غير شهود اثبات ولا حبر اجراءات. بس محدش في الحاره اتكلم عن الموضوع ده. يعني مفيش قضيه من اصل. بالظبط يا فندم. خلاص اللي بيروح ما بيرجعش. عيسى اتقبل في المنحه اللي كان مقدم عليها عشان الماجستير. بس الحاجه الوحيده اللي انا شايفها اهم دلوقتي ان احنا ننقذ فخر. المنحة دي طوق نجاة. انت عايز تقتلني؟ بفكر. بتفكر؟ ليه؟ أنا مهم لو قتلتني ده مش استفاد حاجة. براحتك. مش مهم إن استفاد، مهم إن أنا عندي أسباب. إنك قتلت حمزة مثلا. حمزة إيه يا ابني؟ حمزة ده كان عايز يقتلك. أنت عارف إن هو اللي رباني وهو الأب الوحيد اللي عرفته. أب إيه؟ ده كان عايز ينتقم مني فيك. يمكن ما كانش أب، بس هو كان موجود
ودلوقتي الراجل الغريب اللي ما شفتوش غير مره ولا اتنين قتل الاب اللي عشت معاه سنين. طب السبب كافي ان موتك؟ ها؟ او يمكن عشان انت السبب. سبب في ايه؟ كل حاجه وحشه حصلت لي في حياتي حاجات انت ما تعرفهاش وانا مش لوحدي، بس انت السبب فيها لما رميتني زمان. مش يمكن لو كملت لك الحكايه تسامحني؟ انت فاكر حكايات الف ليله وليله اللي بتحكيها دي هتغير في حاجه او ليها معنى؟ فاكرني اطبطب عليك بعد كده واقول لك معلش صح؟ بالعكس، انا ممكن اموتك عشان اخلص من الحكايه الممله دي. يعني يمكن عندك حق في اول سببين، بس السبب الثالث لا. يعني لانك لو كنت عايز تموتني كنت موتك من زمان، بس انت عايزني احكي لك. ليه يا حياتك مش مهمه للدرجه دي بالنسبه لي؟ انا عارف يا عمر ان حياتي مش مهمه بالنسبه لك، بس حياتك انت مهمه، عشان انا لو مت دلوقتي انت مش هتعرف انت جيت ازاي ولا ليه سموني عيسى ولا حتى مين امك. بطل كل ما تتزنق تقول لي امك. انا بس ما فكرك، انا مش مهتم اصلا بكل ده. خلاص، انت ممكن تقتلني دلوقتي واستناهم هما يومين ثلاثة بالكتير وهيحصلوا، سلمهم جثتي وهيفعل. السلاح في ايدك، اعمل اللي انت عايزه. أنا مش هموتك دلوقتي، بس من اللحظة دي أنا قائد الرحلة وأنت تبقى الدليل. وأحذرك، إياك تتعامل معايا على إنك أبويا أو تستنى مني إن أطبطب عليك. أنا مش عايزك تطبطب عليا، أنا بس كنت بحاول أفهمك. هو أنا فاهم خش نام يا عمر، خش نام. لو مش هنوصل لحاجة أنا لازم أمشي عشان عندي شغل الصبح. انا همشي ونتكلم بعدين. استنى بس يا ناصر. استنى ايه؟ بقى لنا 5 ساعات بنتكلم ومش قادرين نوصل لاي حاجه. انا مستغرب ان محدش فيكم مقدر خطوره اللي بيحصل. احنا لوحدنا ومحدش هيساعدنا. فخر لو اتجاب هيتقتل قدام عينينا ومحدش هيعرف يعمل اي حاجه. يعني احنا لو وافقنا فخر مش هيوافق. صح، بس لو احنا الاربعه مقتنعين فخر هيوافق. أنا عارف. يا جماعة يفرق إيه الاسم في حياة بني آدم؟ أنا موافق. وأنا موافق. وأنا موافق. أنا عايزك تسامحني على الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت. محصلش حاجة يا حسين، كلنا كنا تعبانين. عارف لما شفتك قلت أكيد ناصر عنده طريقة أو حل، بس اللي قلته يا ناصر أنا صعيدي وماليش في حركات الأفلام بتاعتكوا دي. لا مش فاهم، حركات إيه؟ حركات السكر، يعني هو كل ما الدنيا هتيجي على حد يقعد يسكر ويتنطح كده. احنا مثلا احنا لازم نعفر في الدنيا دي، نعفروا. انا طول عمري وانا عافر، حتى قبل ما جيت مصر انت عارف اني كنت احط يدي
في البلاعة عشان المجاري ما تطفع شيء، بعافر ودبش في القضية عشان الناس ما تبتبتش برا ولاقوا حتى يميلوا عليها. أيوة لازم ندبش في الحياة دي عشان نقدروا نعيش. كل الحكاية يا حسين إن أنا مش عايز ولا حد يتأذي ولا حد يموت، أظن دي مش غريبة صح؟ صح. وأكيد بتهزروا، أكيد يعني مش جايين من آخر الدنيا عشان نهزر. يبقى يا ريتكم ما كنتوا جيتوا. وزن كلامك يا فخر، كنتوا وزنتوه أنتوا. عايزيني بعد لما الراجل مات بدالي آخد أنا المنحة بداله؟ المنحة اللي كان بيجري عليها طول عمره؟ أيوة. يبقوا اتجننتوا، اتجننتوا يا ناصر. هو أنت مستني إيه اللي يحصل يا فخر؟ مستني تتقتل ولا إنك تفضل هربان وقاعد هنا طول عمرك؟ والبديل إن أنا ألبس كوسة عيسى؟ لا لا، البديل إنك تعيش يا فخر، تعيش. اسمك إيه بقى والورق اللي أنت شايله ده بتاع مين؟ كل ده ولا حاجة قصاد إن أنت تعيش. وهي دي عيشة؟ هي دي عيشة؟ أنا مش هعمل كده، أنا مش هعمل كده، مش هقدر. عادل، عادل، هو مش ساعتك يا فندم. ايه اللي جاب الملف ده هنا؟ في واحد جابه هنا يا فندم وقال لي ده ورق مهم بحطه على مكتب سيادتك. ما قالكش اسمه ايه؟ لا يا فندم، اداني الورق وفجأة ما لقيتوش. انت اي حد يديك ملف تحطه على مكتب سيادتي؟ ما قالوا انه مهم يا فندم. روح عادل. تمام سيادتك. ثانية واحدة. قوم لهم يجيبوا لي القهوة بتاعتي. حاضر يا فندم. هو بلال مين؟ لا أعرف. لم أره من قبل يتحدث مع أحد. لم أراه يتحدث أصلا قبل كده. يقال أن لسانه مقطوع. مقطوع؟ ايه ده؟ ليه؟ قادمة من رواندا، قبيلة توتسي. القبيلة التي تم تدميرها من جماعة الأغلبية هناك. 3 أشهر من القتل. تخيل، قتل يومي لمدة 3 أشهر دون أن يتدخل عالم حيال ذلك. رأى الكثير والكثير ولا أستطيع أن أرى ذلك. قلبه يمتلئ بالسواد. ليس لدي خيار آخر. كراهية لا تجلب إلى كراهية. الموت لا يجلب سوى الموت. والظلم لا يأتي إلا بالظلم يا سلمان. عندما جاء كان عظاما وسماه الشيخ بلال على اسم سيدنا بلال بن رباح، نظرا لما تحمله من مشاق. طب أنت عارف أنا أول ما جيت هنا سموني إيه؟ عكرمة. عكرمة مش عارف، اللي هو ابن أبي جهل اللي أسلم. قلت لهم يا جماعة أنا لما كنت برا كان اسمي ماجد عادي، يعني كريمة إيه؟ قالوا لا أنت بقى إيه، ابن أبي جهل الحديث اللي هو أسلم. مش عارف كده.
رحت للشيخ حمزه قلت له يا شيخ يعني الاسم مش كده يعني، فسماني سلام. انا في الاول افتكرته بيتريق عليا بيقول لي سلام. انتهت الراحه، يجب ان نتحرك الان. وعمي تمام. صباح الخير يا فندم. انت فين يا عمر؟ بقالي يومين بكلمك في البيت وفي المكتب. معلش كنت مشغول شويه. طب اقعد عشان عايزك. انا عايز افهم بالظبط ايه اللي حصل في قضيه سليمان عبده. مفيش. المحامي بتاعه طلع غلطات اجرائيه في ارقام الشحنه اللي اتظبطت، شوية مشاكل تانية في أذون النيابة. بعد ما كانت القضية مضمونة 100% دلوقتي رجعنا 10 خطوات لورا. مش بعيد كمان إن هما يفرجوا عنه بضمان إقامته. يعني تعب سنة كاملة ورا مجرم زي ده هيروح عشان شوية حبر في إجراءات. ال10 خطوات اللي رجعناهم لورا دول هيهدوا القضية؟ معرفش. نشوف يا فندم. أنا واثق فيك يا عمر، ما عنديش شك في كفاءتك. شكرا. بس أنا جاي لحضرتك في موضوع تاني. موضوع إيه؟ قضية المحامي اللي اسمه فخر الدين. ماله؟ أنا كنت غلطان إني قفلت القضية بالسرعة دي. أنا شايف إن إحنا نفتح التحقيق مرة تانية. نعم، أنا كنت فاهم إن أنت عامل تحقيق مفهوز ثغرة. أنا حاسس إن أنا فاتتني حاجات يا فندم. وإيه اللي جد عشان تيجي تقول لي كده؟ الورق ده. الورق ده فيه معلومات مهمة جدا في قضية فخر الدين. جالي على مكتبي. وجي كمان معاه فارغ رصاصة. اللي بعت لي الورق ده عايز يقول لي إن فارغ الرصاصة هو اللي اتقتل بيها فخر الدين. وبعدين؟ قضية فخر بقى مش فخر. المهم إن الموضوع مش صغير زي ما أنا كنت متخيل. وهو أنت فاهم إن أنا المفروض أفضل واثق فيك وأنت جاي تقول لي إن أنت كنت غلطان؟ أو إن التحقيق ما خدش وقته؟ أو إنك ما كنتش حاسب إن الحكاية بالبساطة دي، خصوصاً بعد المصيبة بتاعت القضية التانية. أيوة يا فندم، بس أنا كنت عايز. أنت غلطاتك كترت يا عمر. فتح ملف فخر الدين ده مش هيثبت غير حاجة واحدة، وهي قلة كفاءتك. ركز بقى شوية وروح شوف هتعمل إيه في قضية سليمان عبده. طب أنت ممكن تبص بس على الورق. مش هبص في حاجة. القضية اتقفلت ومش هفتحها. احنا مش فاضيين لشغل العيال ده، احنا ورانا شغل. حاضر. شوف يا أستاذ فخر، ده فضلك على أخوي كبير، وربنا يعلم معزتك عندي قد ما أكرمته هو غريب. ما تقولش كده حاج همام. اسمعني زين أمال، أنا جيلك على الدغري. أنا سمعت كلامك ده وأنا بجيب لكم الشاي من يمين. حاولت أتقص من الواد حسين وفهمت منيه إن في سفرية بره مصر، وفهمت كمان إنك معوش تسافر. لا مش عايز اسافر. انا بقول لك لازم انت تسافر مهما كان. اسافر ازاي بس يا حاج؟ قبل ما تفهمني غلط، انا ما اقصدش اللي في دماغك. انا اشيلك على راسي قد ما تعوز، بس اللي انا خبره زين ان في ناس تانية كمان شايلاك على راسها وزعقه. يا ولدي انت وسطينا ما هتبقاش في امان على طول. الناس دي ليها طايله وواصله، يعني مسيرهم يعطروا فيك. كله منفذ على كله يا ولدي.
اللي له مصلحة بيخدم اللي له سلطة، واللي له سلطة بيتجامل اللي له مصلحة. يعني اللي زيي وزيك قديه ولا قديه رايحين في الرجلين، فبلاش تضيع نفسك عشان مجاملة ولا تخليص مصلحة. أنا فاهم الكلام اللي بتقوله ده كويس وعندك حق فيه، بس ما اقدرش أعمله كده. بعمل زي اللي قتل القتيل ومشي في جنازته، والقتيل كان غالي قوي يا حاج. شوف اللي انا خابره ومتاكد منه زين انك ما قتلتش حد، وياد الظالم عليك زي ما عليه. مش عايز اقول لك الكلام على الحي قبل الميت والكلام الماسخ ده، بس يا ولدي العمر مش بعزقه، هما مش بعيد عنيك. ربنا يقدم الخير ان شاء الله. يا رجاله العشاء على الاذان مش هتصلوا ولا ايه؟ انا هصلوك يا اخويا. طب ما تعوجوش، انا عازبك معليك. حاضر حاضر حاضر. اشرف اتصل من شويه وقال انه التحقيق اتقفل. يبقى لازم بقى تفكر في موضوع السفر بعقلك، عشانك وعشاننا كلنا. طب عشان خالتك يا اخي، انت لو سافرت هتقدر تاخدها وتعيش معاك بره وتقول ان هي امك، مش ده احسن ليها؟ مش ده احسن للكل؟ فكر يا فخر، تفتكر يعني خالتك هترفض ان انت تاخد اسم عيسى قدام ان انت تعيش في امان؟ مش هي دايما بتقول ان انتوا الاتنين ولادها وما بتفرقش ما بينكوا؟ ولو وافقت هطلع ازاي من المطار؟ هيصدقوا ازاي ان انا عيسى؟ من ناحية دي ما تقلقش، هي طبعا مش حاجة سهلة، بس برضو ما هيش مستحيلة. احنا معانا جواب رسمي من الجامعة برا، الجواب ده هيسهل علينا حاجات كتير. هم اصلا ما يعرفوش شكل عيسى، انت بس هتروح المقابلة وتقول لهم كلمتين عن المحاماة والقانون وقد ايه المنحة دي مهمة بالنسبة لك، وساعتها صورة عيسى اللي في الجامعة وفي السفارة هتبقى صورتك انت. بعد مشوار القنصلية كل التفاصيل التانية تبقى أسهل. أنا شفت حد هيظبط لنا موضوع الباسبور كده، تقريبا مش هيبقى فاضل غير حجز تذاكر الطيران. الآن كل اللي أنا بفكر فيه دلوقتي، أنا عايز أشوف خالتي قبل ما أسافر. فخرا أنا قلت لخالتك إنك سافرت برا مصر خلاص. أيوه، عشان لو بعت حد من صبيانه يشمشم توصل له المعلومة. أنا معرفتهاش أنت سافرت إزاي، بس كنت عايز أطمنها عليك. يعني إيه يا ناصر؟ يعني مش عارف أشوف خالتي ولا حد من بعيد؟ لا صدقني، بلاش نعمل حاجة ملهاش لازمة ونرجع نندم عليها بعدين. أنت فاهم أسهل طريقة يوصل لك بيها تبقى عن طريقنا. بعدين يا سيدي أنت الجاد عن هناك وبعت لها تيجي تقعد معاك على طول. أنا أشوف موضوع التذكرة وأبعت الباسبور للقنصلية اللي فيه صورتك وأشوف إيه اللي فاضل وأعمله. فخر ما تتحركش من هنا غير على المطار، اتفقنا؟ ماشي يا ناصر. شكرا انك جيت. انت عارف انه ما كانش صعب اوصل لك. اه طبعا. تشرب ايه؟ لا متشكر. انا بقالي اسبوع ما بعملش اي حاجه غير ان انا بقلب في شويه ورق واقاضي وبفكر في الكلام اللي انت قلته لي في بين السرايات. اه وصدقت مش كل اللي قريته، بس متأكد إن في قضية. القضية دي أنا قعدت أشتغل عليها السنة كاملة.
تاجر مخدرات وسخ من اللي كلنا عارفين ان هو تاجر مخدرات، بس مش قادرين نمسك عليه اي دليل. انا وزمايلي فضلنا وراه لحد ما جمعنا كل الورق اللي انت شفته بترمي ده، شهود، تحيات، تسجيلات، لحد ما طلعنا اذن نيابه من القبض عليه. كلنا كنا متاكدين ان القضيه دي ما فيهاش غلطه. مع اول جلستين كل حاجه اتهدت عشان المحامي بتاعه طلع الابره من كوم القش. غلط في اذن النيابه، تشكيك في اقوال الشهود، شويه ارقام مش موجوده على الورق في الحقيقه، لحد ما القضيه كلها اتغيرت. حبر الاجراءات بالظبط كده. المحامي في القضية دي كان حازم شكرا لك. بعد الجلسة الأولى رجعت على مكتبي، لقيت ملف الفخر على مكتبي وفي صورة حازم. أنا مش عارف أعمل إيه. عمر بيه لو في أي حاجة تتعمل يبقى أنت اللي هتعرفها مش حد تاني. بس كويس إن أنت قادر تشوف جزء من الحقيقة. إيه ده؟ طلب أجازة مفتوح بدون مرتب. معلش يا فخر، محدش فينا هيبقى معاك. زيادة في الأمان أنت فاهم. الطيارة هتطلع بعد بكرة الفجر. أشرف وعلي وحسين بيسلموا عليك. إحنا اتفقنا هنستناك كلنا على القهوة. أول لما تعدي من الجوازات كلم القهوة، اسأل على حسين واقفل تاني. هنفهم إن أنت عديت. وما ترجعش يا فخر. هنا خلاص خلصت. روح بقى وعيش. دافع عن المظالم زي ما انت عايز. محدش هناك هيجري وراك. ومحدش هيجبرك تدافع عن واحد مجرم. أنا بكره اللحظات دي أنت عارف. بتكئبني أكتر ما أنا مكتئب أصلا. هشوفك تاني يا نصر. تشوفني تعمل بيا إيه؟ روح شوف حالك. صدقني يا فخر ما اعرفش ايه اللي هيحصل. ما تعرفش. طيب يعني على الاقل خلينا نبعت لبعض جوابات كده زي ما كنت في الكويت. اكيد. سلام. هل تعتقد أننا سنلحق به؟ أم سنستمر في تلك الرحلة إلى الأبد؟ لا أعرف. لقد عرفت أبا عمر منذ زمن طويل. وأنا أيضا. منذ سنين. كنا نتدرب سويا. ولكنني عرفته قبلك. فقد أتى به الشيخ الكبير أحبه وقدره. وقال أن انضمامه إلينا بمثابة نصر من الله. للإسلام والجماعة. كيف أخفق ظن الشيخ إلى هذا الحد؟ ولكن أبو عمر كان نصرا ثم انقلب عدوا شر عداوتي. صار عدوا عندما حكمنا على ابنه بالموت. لأنه خائن. ولو؟ وهل سيحب ابنه أكثر من محبة إبراهيم لولده إسماعيل؟ ولكن إبراهيم لم يقتل ابنه. كان سيفعل. ثم؟ أتت رحمة الله. لم يذكر في كتاب الله أن أبا قد قتل ابنه أو راضي بموته. دائما ما تحول رحمة الله، ولعلها رحمة الله الآن هي التي أنقذت هذا الطفل. هل أنت متعاطف معه؟ بالطبع لا، فلقد قتل الشيخ حمزة وهذا يكفي. ولكني لا أرى إثما في أن يصبح عدوا كي يحمي ابنه. ربما. هل ستقتله؟ لو كان على مرأة من بصرك هل ستقتله؟ إنما أفكر فيه، هل سيقتلني هو؟ ظننت قديما أنني أعرفه،
وأنه تلميذي، أما الآن فلا. تتحدثين عن الشيخ حمزة؟ تتحدثين عن أبي عمر؟ نعم. رأيته مرة أو اثنين في أفغانستان، فذكرته حين رأيته أمام مقر الشيخ حمزة. كيف كان وقته؟ متى؟ في أفغانستان. وقتها كان كل شخص منا مدينا له بحياته، فلقد أنقذنا من الموت مرة واثنين وثلاثة. ومتى صار خائنا؟ حين هرب. أخبرني بذلك أبو عبيدة كثيرا. إن الهروب من الحرب الكبرى فهي خيانة حتما. حين ترك الجماعة قبل الحرب لم يعد ليأخذ ابنه، تركه مرات ومرات. ماذا كان يفعل؟ لا أحد يعلم، كان صامتا طوال الوقت. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. الطرف الأول بيعشم دايما بالخير، والطرف الثاني طمع عندي مشبعش وهدي.
قاتل انا خف ريشة بنتقلب مش اي حد يصد قدام الحياة ما هو الضمير الصاحي عمره ما يطلب